إذا بها قانون هذا كله يقعد، ماكو واحد يعلي صوته فوق سلطة القانون. سلطة القانون فوق كل شيء. هي دولة كلها عبارة عن يعني أصبحت دولة عصابات، دولة ميليشيات، دولة عصابات. شو وقت تخلص من العصابات؟ شو وقت تخلص من الميليشيات؟ من يكون عندك قانون؟ من ينفرض القانون يفرض نفسه؟ هذا كله يروح إذا مو المواطن يثور ويخلص من هذولي اللي موجودين اللي دمروا البلد. ما تقوم لقائمة لهذا البلد. الموضوع كله يم المواطن، يم المواطن. ما حد يخلصنا من هاي الزبالة بس المواطن. مواطن الوحدة إذا ما يثور ولا باسم فلان ولا باسم علان ولا تحت راية فلان ولا راحت راية، لا يثور هو من كيفه. شون ثاروا القبل بالعشرين وقبل وقبل وغيرهم وغيرهم، هاي هيش ما تجي يعني ما ثورة تحت المسميات ما تصير، تحت شخص ما تصير، لأنه كلهم ما عندهم وطنية. كل من يقود هسه حاليا ثورة ما عنده وطنية، هو تابع، كلهم تابعين، ولا حزب ولا شخص نهائي عنده وطنية على هذا البلد. كلهم تابعين، كلهم يشتغلون بأجندة خارجية، ماكو واحد يشتغل للبلد. والله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شو وقت ما الناس تمشي بمخافة الله، هذول كلهم ترى صدقني كلهم بوخة، كلهم بوخة. هذا الشعب إذا يثور ما يبقى ولا واحد من ذولي. الحدود يصير ازدحام من الهروب، بس يريد الشعب يثور، يريد الشعب يخلصنا من هاي الوضعية، مو فلان وعلان. لحظة ربانية تصعد عند الغيرة بعد خلص، يعني ما أدري شلون راضين على أنفسهم بهالعيشة هاي. شلون راضين على أنفسهم؟ لا كهرباء، لا مي، لا خدمات، لا تعليم، لا صحة، كل شيء ماكو. بلد تفسخ، بلد انباع، وهم قاعدين وساكتين على شنو؟ مدى أفتهم هذا الشعب شلون يرتضي نفسه هيجي؟ شعب العراق هذا شعب حضارته وتاريخه 7000 سنة، شلون يرتضي نفسه هيجي؟ مو بس أنا أقول، دول الجوار كلها الموجودة مستغربين هذا العراقي، هذا البطل شلون راضي على هالوضعية هاي؟ وين الزراعة مالتنا احنا بلد زراعي؟ ليش الزراعة انتهت؟ عليكم السلام. ليش الصناعة انتهت؟ ليش الأعمال الحرفية انتهت؟ زين، كل أسباب دول مساهمة بهذا الأمر ضد بلد، ضد مجتمع، زين، وصلتنا إلى هذا الحال اللي احنا نعيشه. زين، معتمدين على مصدر واحد، نبيع النفط حتى نستورد. ايش نستورد؟ نستورد تجارة بائسة مضروبة او اكسباي، يعني 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 تجاريه تقليديه. السبب بذلك هو قلت لك السبب الرئيسي هو غياب السلطه، غياب القانون بسبب الحروب. المجتمع بدت عنده انحرافات، عرفت شلون؟ التكنولوجيا الحديثه اللي دخلت لنا هي ضدنا، يعني ما نستخدمها بالاتجاه الصحيح كليتها. هذا سبب مآسينا. انتشار المقاهي، الملاعب، يقنعوننا بانه احنا حتى نتطور ونلتهي. لا، هاي الديمقراطيه الحديثه. احنا نريد صناعه، نريد زراعه حديثه، نريد معامل، نريد ماكو ثوره شعبيه، لان راح هذا القانون. يعني هذا الامر راح بعد ماكو انقلابات ولا ثوره شعبيه، ماكو من يقودها، لان انحلال، تعدد الاحزاب، ماكو. يعني هسه احنا لو متوحدين كشعب او كمجتمع نقدر نسوي شيء، مو هسه احنا ما متوحدين، كل واحد باتجاه الكتله، انت من الفلانيين وانا من الفلانيين. اذا انت تريد تشرع بهذا الامر انا اصير ضدك. المشكله المسائل النفعيه كل من يبحث عنها، ماكو هدف وطني حقيقي. هي هاي سببها، هو سببها غياب الرقابة، غياب القانون، غياب السلطة التنفيذية في الشارع. شنو فائدة السلطة التشريعية تسن قانون ما يتنفذ؟ وهي السلطة التشريعية بالبلد هي خطأ، هي 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 يعني فيها محاصصة، فيها نفعية، فيها مكسب لشخوص، عرفت شلون؟ هذا احنا نعانيه كعراقيين. الجيل اللي اجى ورانا جيل هلكان ما بينشأ، كل من يقول يا روحي
احنا اذا نحكي هاي كصيغه عامه كصفه عامه، وان شاء الله نلتقيكم بالخير. الدوله المفروض تفرض سيطرتها، المفروض دوله القوانين، قانون الرسوم المحاكمه الجزائيه، قانون عقوبات، حدد المواد اللي بيها هيك مشاكل. المفروض دولة تبص سيطرتها على هيش مواضيع. يعني الشرطي او المنتسب القضائي او الموظف الحقوقي القانوني بشكل عام هو يد واجب. واجب يلزمه هيك شيء يد الواجب. فتدخل شغلات عشائرية بعلقه الموضوع، فالمفروض دولة تبص سيطرتها. اصدار قوانين تشريع جديدة. اصدار قوانين تشريع جديدة تحدد امتلاك السلاح بين اشخاص بموجب قرارات تعليمات. المواطن غير يحس بنقص حقه مسلوب اتجه للثورات، لو ما حقه مسلوب وكل شيء متوفر له المواطن يريد امن وامان، فما جاي يحس بالامن وامان، لو يحس ما يتجه للثورات والمظاهرات. والله احنا نتمنى السلاح يعني كله بيد الدولة، يعني تحت يد الدولة، ونحب يطبق القانون على الجميع، وما نحب الإصلاح ينتشر يم فلان وفلتان وما العشائر ناس تضرب ناس، وهي كلها خال وابن اخت، مو غربة يعني. والعراق هو إن شاء الله شعب واحد، احنا نريده متكاتف ويحس واحد بالله، ونتعاون ونخرج من هاي المحنة بإذن الله. والله المفروض القانون يطبق، وكنا يعني نطبق القانون وكنا نسلم سلاحنا للدولة. والله طبعا لو ما لهم يعني هم الأحزاب مو يقولون احنا دولة واحنا نطبق القانون ويا سيادة العبادي، مو صحيح. المفروض يعني يأيدون رأي العبادي. احنا نقول ان شاء الله يصير الأمن، ان شاء الله يصير الأمن بوجود الطيبين والزينين والعراقيين الشرفاء. هل الثورة الشعبية لها حل؟ والله إن شاء الله يصير حل، إن شاء الله يصير حل، يصير حل. لا الحل إن شاء الله الشعب هو يعني ويا القانون إن شاء الله يصلون نتيجة ويصير حل لهاي الأمور كلها. أركان الدولة هي الشعب، السلطة اللي تتمثل بالحكومة، والإقليم. فأنت جزء من جزء من أركان الدولة حينفقد إذا انتشر السلاح بيد العشائر. والقانون الدولة ما ممكن يطبق ظل سلطة العشائر وسلطة القبيلة، لأن سلطة القبيلة اندثرت بالعصور الوسطى بالعصور القديمة، فما ممكن هالساعية أن تظهر من جديد. انتشار السلاح بيد المواطنين بيد السلطة ظاهرة غير صحية، تأثر على هيبة الدولة، على سلطة الدولة، على السلم المجتمع بصورة عامة. الدولة هي المتسببة، لأنه السلاح يحصر في يد الدولة، ما ممكن أن السلاح يحصر في يد أي جهة، لا أحزاب، لا عشائر، لا أشخاص، لا حمايات، بينما هالساعية السلاح سائد. أن تكون ثورة شعبية الطالب بمطالب شرعية ومعقولة، وهي أن تفرض هيبة الدولة، أن يكون القانون فوق الجميع، أن تطبق فعلا الفصل بين السلطات، أن القضاء يعرف سلطته وحدودها، السلطة التنفيذية تعرف سلطته وحدودها، البرلمان يعرف سلطته وحدودها، ماكو تجاوز، لأنه حاليا سلطة الأحزاب هي أقوى من سلطة الدولة. يعني حاليا أي حزب سياسي يقدر يفرض إرادته من خلال السلاح، من خلال الجناح العسكري اللي عنده، على أي موظف أو على أي دائرة حكومية. ممكن حاليا حزب معين يطلع جناح العسكري يسد دائرة، يغلق محافظة، يغلق قضاء، يسد شارع. فكيف أنت حتقود دولة أو تبني مؤسسة أمنية أو عسكرية في ظل انتشار السلاح بيد الأحزاب وبيد المواطنين وبيد العشائر وبيد الحمايات؟ هسه احنا بالشارع، شوف يجي مسؤول يسد للشارع،
أو يمشي رون سايد يسد الشارع المقابل. هذا بيا دولة يصير، بيا قانون يصير، يعني هذا ندل على شيء، ندل سلطة فوق سلطة الدولة. ثورة هي الحل، ثورة هي الحل، تعديل الدستور، إصدار قانون الأحزاب صحيح، مو قانون أحزاب مشوه. هو أن تكون الأحزاب أول شيء مو طائفية، مو دينية، مو محصورة بطائفة معينة أو قومية معينة، أن تكون أحزاب ذات صبغة عامة من المجتمع العراقي، يعني أحزاب وطنية بين قوسين. والله هذا هيك أمور غير مقبولة، لأن احنا نعيش بدولة قانون وحكومة موجودة، وهاي الأمور اللي تحدث حاليا هاي بالسابق كانت بالتخلف، زين، نتيجة عداوات بين واحد فرد وفرد، وتتعرض إلى مستوى العشائر. هسه العالم تفتحت عمي، مو اللي عنده سلاح يقتل أخوه لو يحمي نفسه ويحمي الوطن، مو فهاي المطلوب من الناس العقول الكبار، شيوخ العشائر، شوية تستوعب هاي الأمور وتطفي الشر. هذا الشر مو هاي يعني يا ستر مثل عدوى اليوم بهاي القرية وباشر بهاي المحافظة وعقبة كذا، وهاي ما مقبولة نهائيا. من السبب انتشار السلاح؟ والله شو تريد يعني أقول لك، هي الأحزاب أحزاب، مو كل حزب عنده سلاح ويتملك سلاح، ومن تجي تسأل الحزب يقول لك أنا من حقي أحمل السلاح. ليش تحمل السلاح؟ أحمل حزب مالي. فما عندك يعني فشيء اللي تجادله بيه. كيف يمكن التخلص من السلاح يعني بيد المواطن؟ والله إذا كانت قوية الدولة، أو الدولة مو قانون قوي ويحاسب على السلاح، يعني ينقرض هاي الظاهرة، تنقرض ما تبقى. أنت 15 سنة عمي، 15 سنة تعرف اللي مر على العراق، 15 سنة إحنا وبعدنا مي شرب ماكو، كهرباء ماكو، فرص عمل للعالم هاي العطالة بطالة ماكو. 15 سنة مو هاي ال 15 سنة لو اتغيرنا، مو ايش الإنجازات تقدم الدولة بيها؟ تروح للمستشفى علاج ما عندهم، مو العالم حالتها ميتة ميتة، يعني اكو ناس أحياء بس هم ميتين، لا فرص عمل، لا عنده تقاعد، لا عنده كذا، عنده رعاية مو، لو عنده أمور بسيطة ايش بيها؟ فتشوف اكو ثلاث ارباع الشعب هسه ما عايش ذيك العيشة المطلوبة. زين، يعني على الدولة، وان شاء الله نترجى تكون دولة قوية قانونية، بس نترجى من الله، الواحد الا له شريك، يصلح العالم، مو اقصد العالم يعني السياسيين، الى انصلحوا وخلوا العراق بضميرهم وبعيونهم نظرة ونظرة للعالم، هاي الضعفاء، هاي المائتة، مو الجداوة صارت 50% فوق 50%، العطالة بطالة، الشباب هاي شباب خريجين عمي دارس وتعبان على نفسه وصارفين عاد ايش قد اهله، ويدفع عربانه يبيع مي، وين هاي؟ وين صايرة هاي؟ فاحنا ما انا من 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 طبيعتي ما 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 دولة. قلة معرفة وعي وأمان ماكو، كل من الساعة بجيبه شيخ عشيرة شيل مسدس 13 على أبو فلان شايل 13، عمي العالم وين وصلت للقمر؟ كان أبو الإمارات يجي يتحسر ببغداد، يقول له هل يجي يوم من الأيام يصير مثل بغداد؟ كل الدول بتجي على بغداد هنا تباوع، شوف الزهور، شوف البشر، علماء، كفاءات، دكاترة، مهندسين، كلها انسحقت، كلها اسرائيل هاي، لازم تدمر العراق، فلشت البنية التحتية، الأخلاقية، الإنسانية، الوفاء، الدين، القرآن، كلها تهدم، وأنتم المهم فلان جيبوا له ماعون، فلان، شيخ فلان، هاي ما تطوي الشوارب، هاي ما تطوي الشوارب، ليش؟ لأنه احنا ترى ضعنا، العالم عايشة بالقمر. شو تتخلص؟
اذا هي شيوخنا 13 ولابس حزام، يا اللي اذا يشوف ابوه محزم بتفق بعد له غرض بالوان، لا يحترم اب لا عم لا خال، يقول له ارجع ما يرجع. عمي ما صايره ياخذون السلاح ثاني يوم يطلعون لهم، ياخذون السلاح ثاني يوم يطلعون لهم. الله سبب السياسيين مرتاحين، تبريد ومي واكل، وباقي العالم مثل كلب بغداد شابع في ما يجوع. عيب والله عيب. خلي عندكم الامام الحسين عليه السلام يقول ان لم تكونوا احرار في دينكم فكونوا احرار في دنياكم. انتم لا دين ولا دنيا. والله ما اعتقد ما في غيرها. لا انا اقول لك بوحده حل واحد، حل واحد يسمع الشعب العراقي. اسقط كل الدوائر، ماكو دوام، اسد الشوارع. بذيك الساعة تصير لنا مطلب من نسد الشوارع نقعد. أنا ما أحرض ولكنه نحكي الواقع. إذا مو أنا وأنت نصلح هذا البلد، من يجي يصلح؟ أبو إسرائيل؟ من أبو السعودية؟ أبو إيران؟ أبو سوريا؟ كلها ضدك. هسه يلا صارت وياك يتبرع لك بخمسين ألف ويقتل منك 500، يتبرع لك بخمسمية ألف دولار مليون ويقتل لك 500 بشر مسلم يومية تفجير، وما حد له محل وممنون. احنا ما بينا حظ، احنا طبينا الخضراء وصلنا القنفة وطلعنا. الشعب العراقي ما بيه حظ، ما عندنا قائد، ما حد يقودنا. والقرآن احنا المفروض هذا نذبهم بالشر. احنا كل ساعة نشكي بلاقطة، هسه من ساعة هناك مصطفى شكى ويمه، وهنا هسه شكى ويمك. هذا دليل على ضعف الدولة. الدولة ضعيفة، لو مو ضعيفة الدولة ما انتشر السلاح. كل ما الدولة تقوى كل ما السيطر على الوضع الأمني، كل ما السيطر على العشائر وشيوخ العشائر، وهذا دليل على ضعف الدولة. أكيد الدولة لأنه العصابات موجودة بكل الدول. أي دولة هسه تروح لها بيها ناس منحرفين وناس طالعين عن القانون، لكن لو الدولة قوية راح السيطر عليهم وشوف الأمان منتشر بالمنطقة وبالشارع. هم اصلا الاحزاب اللي اجتنا هاي من الخارج جايه حاقده علينا، الغايه من عد جايتهم اصلا تدمير البلد. اكيد الثوره الشعبيه او الحكم العسكري او لحد الان ما اجانا بالغيره حتى نسوي ثوره، نحتاج بالغيره. ابو الغيره بعد ما هو، لا تقول لي فلان وسيد فلان. من يجينا ابو الغيره يصير عندنا حكم وبلد. يعني الثوره هي الحل؟ الحل اكيد الحل. وماكو ثوره اي ثوره ما تجي الا بدون دماء، ولازم يكون دماء. ويجب لازم هي شفت جربنا 15 سنه سياسيين وكذب وصدق العباد يتواعد وكذب اي واحد. عموم السياسيين اللي حكموا واللي غير حكموا كلهم ناس كذابين، ويراد لهم ابو الغيره. ابو الغيره ما اجانا، شو وقت تجينا ما نعرف. لا تقول لي فلان طب وطلع ما ادري شو، ذول كلهم كذابه، كلهم ناس حراميه ودجله. زين مصطلح مطلوب عشائريا وانتشار السلاح. اي من سواه؟ اللي هم بالسلطة، مو الدولة. السلطة ما تقدر بعد جهة فلان جهة الأحزاب محتاجة أصوات العشائر بالانتخابات. الأحزاب محتاجة أصوات العشائر بالانتخابات، فتخليهم براحتهم حتى من تجي انتخابات ينتخبوهم نفسهم. لأنه الأحزاب أصلا جاية هي ما جاية تبني دولة، والدليل على هذا ما عندهم مبدأ ثابت يمشون عليه. قبل العام المالكي طلع قال مسعود البرزاني يشتغل لصالح إسرائيل ويريد يقسم البلد. قبل كم يوم دز وفد يتفاهم وياهم لأجل الكرسي، بس لأجل الكرسي. ماكو حزب عنده مبدأ. قضية تعطيني كرسي أعطيك كل شيء. هنا هسه النظام بالعراق اللي عده إمكانية هسه، لو أنا لو أجي أرشح وأكون حرامي مثلهم ممكن. ليش؟ عندي أصواتي يقبلوني لو حتى أنا حرامي لو مهما أكون. المهم كرسي موجود والغاية مو الكرسي. مكسب، لأنهم كلهم كل الحاكمين بالعراق كلهم بدون استثناء عندهم جنسيتين. طين واحد ما عنده جنسية، وهذا بجنسيتين شنو؟ مو عراقي. باكن وشرد طلع لبريطانيا، اشتغلوا منه. باكن وشرد طلع لسويسرا، جنسيتين مو عراقي. احنا واحد هنا عراقي عنده غيرة يشيل العراق ما تلقى. إلا الدم، إلا الشعب، ماكو غيره. الشعب تقسم، الشعب هسه قام كل مجموعة يعبد له معمم أو يعبد له إله حاطه. الشعب لمتى ما توحد الشعب العراق يصير بخير ويرجع مثل ما كان. هيبة والدول العربية كلها تهابة، هسه صرنا أضعف دولة بالدول العربية. طردنا الأمريكان وجانا ترامب والناس
والناس كلها تحكي على ترامب، مو هسه انا اتمنى يجي ترامب باكر، مو الغايه حبا به، نخلص تعبنا من السلاح ومن القتل ومن العشائر هاي اللي من طلعت لنا بنظام مطلوب ما يسموها مطلوب عشاريين، هاي ما كانت عندنا بالعراق، ما كنا نعرفها، هسه بدت عندنا مطلوب عشاريين. وحج فلان ما يقدر يكتبوا حج فلان، حج فلان كل شيء ماكو، كان يبيع نفط لو يبيع شيء، صار هسه حج فلان وسلاح، منين جابه؟ غير سند من الدوله، غير له سند، غير حتى يحمي ذاك الفوق.